سؤال آخر يقول حول دعم البطالة المقدم من الجهات الرسمية في هذا البلد. طبعا هذا الدعم عندما يقدم له كريتيريا، له مواصفات، له شروط. بعض الناس لا تنطبق عليهم هذه الشروط فيبدلون ويغيرون في الأوراق الرسمية ويقدمون أوراقا مزورة أو غير صحيحة لتنطبق عليهم شروط استحقاق هذه المنحة. هل هذا يجوز؟ نقول له يا رعاك الله، يا هداك الله، لا يحل الكذب ولا التزوير ولا التدليس لأخذ مال لا يحل له، فهذه جريمة شرعية وجريمة قانونية، وهذا من الأبجديات البدهيات. والمسلم في هذا البلد سفير عن أمته، سفير عن ملته، سفير عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو في مقام السفارة عن الملة والأمة والنبوة، فلا ينبغي له أن يأتي من الأعمال ما يمثل ثلمة في الدين وسبة في جبين المسلمين. عافانا الله وإياكم من أن نكون قطاع طريق على الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة.